هذا الغطاء. لم تخلف الحرب في الموصل دماراً ودماءً فقط، فهنالك من تركتهم في المنتصف، كهذه الشابة التي بلغت العقد الثالث من عمرها أصيبت بمرض السرطان بسبب المعارك التي دارت في المنطقة. آلاء ورغم ما تعانيه إلا أنها باتت تعيل أطفال أخيها الذي فقد هو الآخر عند دخول التنظيم المتشدد، لكنها تركت دون أي التفاتة حكومية. على أثر الضرب اللي حصل عن موصل، بنتي آلاء عبد الكريم سالم صار بيها يا ستار ذاك المرض، شخص المرض وبعدين أخذنا الرنين والشغلات، فكلها على حسابنا، يعني لاكو دولة تساعد ولاكو منظمة تساعد، والله نطالب يعني راتب. إذا هي بنت مواليد 91 وعندي ابني مفقود أخذوه الدواعش من سنة 14 وهي قائمة بأولاده. ليست آلاء وحدها من تعاني هذه المعاناة، فهنالك الآلاف ممن لم تلتفت الحكومة لهم، بشمولهم برواتب الحماية الاجتماعية تركوا يصارعون الحياة وحدهم رغم عشرات المناشدات التي أطلقت، لكن لا مجيب. خلي يدحقون على الرعاية، يشملون الناس التعباني، أكو كثير تعبانين بالمنطقة، إحنا منطقة القديمة خاصة بالقديمة مدمرة دمار كامل وأشغال ماكو. أنا غيد الرعاية، خلي تمشيني رعاية عايش بيها، عايش خواتي، عايش أهلي، عايش أولادي. أنا عندي 4 ولدين أم أختي وأنا 4 وأخوي، نحن 7 و8 بالبيت، من يعيشهم؟ والله بطالين. دائرة الحماية الاجتماعية هي الأخرى تعاني من نقص في الكوادر الإدارية، فالدائرة برمتها تعتمد على جهاز حاسوب واحد، رغم أن الأعداد المستفيدة بلغ 30,000 مستفيد، ولا يوجد أي شمول جديد بسبب التخصيصات المالية. ما يقارب 30,000 مستفيدة، هذه فقط المستمرة، أما المتوقف اقتلك أيضا الأعداد في تزايد في طور المعالجة، لكن يعاني القسم من قلة الكادر الوظيفي وخاصة الحاسبة، حيث يعني فقط موظف واحد عندنا فقط في الحاسبة. حاليا لا يوجد شمول في الوقت الحاضر، القسم في طور إنهاء الشمول اللي تم في عام 2016 عندما كانت مدينتنا محتلة من قبل عناصر داعش الإرهابي، في طور انتهاء، لكن ننتظر إن شاء الله وصول التخصيصات الجديدة. كل هذا جعل نينوى تحتل المرتبة الخامسة ما بين المحافظات العراقية، حيث بلغت نسبة الفقر في المحافظة بحسب وزارة التخطيط 37.7. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.